ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم آمنة. How are you? This is our plan إن شاء الله for our course. It will be better إن شاء الله to start revising from جزء 30 إن شاء الله. And at the same time, we'll revise surah by surah from Juz 28, inshallah. So our plan will be revising surah al-Tahrim. And at the same time, you will revise from surah al-Nas, inshallah, up to surah al-Mulk, inshallah. And from surah al-Tahrim up to surah al-Qamar, inshallah. Okay, let's read some ayahs from surah al-Tahrim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Okay, Amina, you will revise this surah, inshallah. And that's all. See you, inshallah, later. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.